السلام عليكم ورحمة الله. قام مؤخرا الوليد بن طلال برئاسة نادي التعاون السعودي، وصرح الوليد بن طلال في نفس يوم الرئاسة، قال: سوف أجعل من التعاون ناديا أوروبيا، سوف أجعل من التعاون ريال مدريد. وفي نفس اليوم الذي ترأس فيه النادي قام بالتعاقد مع 4 لاعبين عالميين ومنهم فان بيرسي. أترككم مع الأحداث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ اليوم عندنا سكر القصيم التعاون، راح أسمي السلسلة سكر القصيم. نعم أوكي. المهم يا شباب، عندنا فريق التعاون كارير مود مؤقت مدة موسم كامل. أوكي، نخلص الموسم هذا مع التعاون، نرجع نكمل في إشبيليا. أوكي، نرجع نكمل في المدرب الأفضل. هذيك السلسلة ما انتهت، أبدا ما انتهت، لا راح تستمر ذيك السلسلة نهاية فيفا زي ما قلت، بس ممكن نوقف مؤقتا نلعب في الدوري السعودي، بما أنه يعني أغلب المتابعين جو عن طريق الكارير اللي سويت أنا في الدوري السعودي. على أي حال يا شباب، تعرفون عاد جانا مدير أعمال ودعمنا بالكويس، يعني الرجال يحب النادي ويحب أهل القصيم والقصيم والتعاون، فقال أعطانا ميزانية جامدة وجاب وجبنا لعيبة كويسين. يعني على طول جبنا فان بيرسي أوكي، وجبنا اللاعب داني، وجبنا لاعب اسمه فرنانديز، وجبنا لاعب توري. طبعا هذول اللعيبة كلهم كبار في السن، يعني بما أنهم كبار في السن يعني كلهم تقريبا فوق 30، كلهم فوق 30، يعني لو أنهم صغار ما كان جو يعني يلعبون، ما رضوا أنهم يلعبون في التعاون، لكن يا أبوي التعاون ما بمثله في القصيم. المهم عندنا هنا الرويلي راح يلعب في المحور. أذكر الرويلي كان جناح إذا ما خاب ظني، وكان سرعته 85-84، وصار في الدنيا الرويلي، وصار عليك يا أخي، ليش تبطئون أنتم؟ ها؟ المهم معنا حنواجه مشاكل يا عيال، يعني المشكلة حتى الميزانية الحالية الآن اللي معنا ما راح تسمح لنا نشتري لعيبة من داخل الدوري السعودي. شوف أنا عني مدافعين أظهرة ما راح تاج، فلاتة وإن شاء الله وكامل المر، عدنان فلاتة وكامل المر كويسين، طاقاتهم لا بأس فيها، عندهم سرعة، عندهم قوة جسمانية، عاد الكنترول الشيء هذه عاد لا تشرح على لاعب سعودي بالأمور ذي. طبعا الحارس ما راح يكون هذا الرجال، رجال طوله 177 ما يصلح أصلا، قول 59 طوله 177 قول 59، ليش يا أخي ليش حاطين هذا؟ المفترض يجي يلعب أساسي اللي هو السبي، الصبي الظاهر اسمه، ناس اسمه. المهم هذا كويس طوله 190 لا بأس فيه. طيب عندنا كم اللاعب هنا يبغى لهم شغل، طبعا يعني لا هذا كويس، خجيبه هنا في لعيبة ثانيين. طيب وهذا يبدو لي انه لا بأس فيه، هذا يا شباب طوله 180 قوة جسمانية عنده لا بأس، قفز عنده 81، يلعب ظهير ويلعب مدافع، نشوف هل هو افضل من هذا اللي هنا موجود. تقريبا عندنا شباب هنا لعيبه سعوديين، لعيبه سعوديين يا عيال زي ما قلت لكم، ما الدوري السعودي جابرنا نتعاقد مع 4 لاعبين اجانب فقط والباقيين كلهم سعوديين، فعندنا هنا هذول كلهم سعوديين. اوكي لا يعني غير الاربع انهم سعوديين، الموسى وفلاته وكذا. زي ما قلت لكم يا عيال، انا ما احتاج لا مدافعين، ما احتاج لا مدافعين ولا حارس، انا احتاج اجنحه، احتاج اجنحه من الدوري السعودي، فخلينا نروح نتعاقد مع كم من واحد في الدوري السعودي تبع. اوكي فليتس جو، لازم نجيب لنا لعيبه اجنحه في الدوري. حنجيب مين يا ولد؟ والله مشكله يا اخي. عندنا احد الخيارات يا شباب اللي هو الحمد اللي يلعب في الرايد، خلينا نشوف الحمد ايش وضعه يا ولد، ان شاء الله نعني عاد يوافق، وان شاء الله عاد يكون عندنا ميزانيه احنا بعد، انا اتوقع انه عندنا ميزانيه جامده. الميزانية اللي عندنا، السؤال عن الحمد ما يمدينا اسعار، هو معار للرائد الحمد اصلا. طيب نشوف غيره يا ساتر. ايه عندنا خيارين كويس يا شباب، عندنا الحمدان وعندنا درويش. الحمدان يا ولد، الحمدان يا حبيبي، عطنا الحمدان. الحمدان كويس، انا الظاهر جايبه مع الاهلي في الحمد الدوري، فكويس ان نجيبه هنا مره ثانيه ان شاء الله انه ما يطلب فلوس زياده يا ولد. الحمدان والحمدان، الحمدان هذا الحمدان. طيب الاتصال للشراء اصلا ما نبغاه يعني يتطور وكذا، يبون فيه مليون يعني الى مليون و200، لكن راتبه لا راتبه مو بكثير، يمدينا والله لا يمدينا يعني نتحمل نفقات الرجال. طيب وشكلي بطلب من الاداره ابعطيهم فيه مليون. اوكي كويس، عندنا درويش برضو، درويش كويس احد الخيارات الممتازه يا ولد، خل نروح نشوف درويش يا ولد. درويش وين درويش؟ برضو نشوف الاتصال للشراء. درويش انا ما ادري كم يبون فيه، لكنه هو اضعف من الحمدان على ما لا والله في فرق بسيط بينهم، فبرضه بعطيهم فيه مليون، لكن درويش راتبه عالي يا اخي،
ما يخالف ما يخالف، زبد اني بعطيهم فيه مليون درويش. اوكي طيب، عندنا اللعيبه هنا اللي راح ندربهم هذا الموسم او راح نبدا تدريبه. فان بيرسي ما يحتاج اني ادربه، نبغى اللاعب او نبغى ندرب لاعب احتياطي. طيب ما ادري، المشكله هذول الشياب يا ولد، هذا عمره 30 وهذا عمره 28، يعني ما راح يتطورون معي بسرعه. والله شغله هذه يا عيال. طيب لكن راح ندرب اللاعب الافضل، لا اللاعب الافضل الثاني ذا، هذا قوته. اوكي راح ندرب هذا، ندرب على الانهاء، مع انه والله انه ضياع فيهم والله قسم بالله، لكن يلا. طيب عندنا اللاعبين الوسط، راح ندرب الرويلي على قطع الكره او المراوغه، خلينا ندرب الرويلي على المراوغه يا ولد. اوكي نحتاج يراوغ والشاذي لاعبون قلب الدفاع، قلب الدفاع لا نبغى هذا نبغى ندرب اللاعب هذا على قطع الكره. اوكي الكره، نعم قطع الكره يا عيال. طيب وعندنا هنا لاعبو الاظهره كامل المر. اوكي خلينا ندرب يلا كامل ولا ندرب فلاته يا ابو، يلا فلاته الدفاع الكره الحائره. نعم عندنا الحارس، ما لنا ندرب الرجال الطيب عشان يتطور معنا، لا ما نبي ندرب على السهل، لا غير 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 التدريب هذا، اي هذا دربوا على الصعب عشان نزيد. نعم ونسوي محاكاه، شوف شوف وضعه معيال. اوكي تدريب دائما كذا بس، اللهم انه ضياع وقت والله انه مقلب يا اخي. كاس كاس الصداقه، عندنا كاس الصداقه، عندنا مباراه اولى، المباراه الاولى بسكب امها. تم قبول العرض من درويش وتم قبول العرض للفتح، ممتاز ممتاز. طيب يبي 10000 ويبي لاعب تحويل تشكيله. طيب انا بعطيك لاعب حاسم الفريق الاول عشان يعني بعطيه برضو علاوه. اوكي يلا ان شاء الله ما يسوون حركاتهم ذي. درويش ممتاز عيال، درويش كويس، وبرضو اللي هو الحمدان جيد والله. حمدان كم يبي؟ او حمدان يبي راتب زياده والله. اوكي نعطيه 2000 مو مشكله، نعطي حمدان 2000 وذا، اهم شيء انه يوافق ويجي بدون ما يسوي لي قروشه. وعاد لاعب حاسم الفريق الاول، لاعب حاسم الفريق الاول لاني بجيبه بلاعب على طول. تعالي حمدان وتعالي درويش، ان شاء الله ما يسوون لنا مشاكل يا ولد. هذه محاكاه يا، هذه اول مباراه يلعبون فيها الشباب، فان بيرسي والعيال وداني والشباب. اوكي فزنا 2-1، يلا تدربوا يا شباب، تدربوا ضبطوا اموركم، الله يرضى عليكم يا عيال. يلا يا عيال، يلا يا عيال شدوا حيلكم بالله، الله يرحم والديكم. برضو لسه احنا في كاس الصداقه، كل مباراه هذه بسوي لها محاكاه، ممكن العب النهائي وربع النهائي عموما، ممكن الحلقه هذه ما يكون فيها ولا لا. تم قبول عرض درويش، وافق درويش راح يجينا يا شباب. هلا والله، ويلكم ويلكم درويش، والله منور النادي. او كويس، ورجال الطيب الثاني هذا وافق، كويسين كويسين. خلاص الان تشكيلتنا كامله، تشكيلتنا حقت الدوري، تبغى الدوري تعاقد معهم. طيب مرحبا حضره المدرب، كنت اطمح ان تقوم بتدوير التشكيله وتمنحنا الفرصه للعب. طيب خير ان شاء الله. طيب اوكي هذه تشكيله ممتازه يا شباب. طيب عطنا، تعال تعال يا وحش تعال، أو شيء هذا خليه يجي احتياط هنا، بدال مين تعال يا تعال يا درويش، درويش بلاعبه، لا لا بلاعب حمدان يسار، درويش بخليه يمين. درويش ما شاء الله طاقته ممتازة يا شباب، سريع بس مشكلة النجمات المهارات، هو حمدان كلهم 3 نجمات، مو مشكلة. الآن تقريبا يا شباب فريقنا كامل، فريقنا حق الدوري، هذا فريق الدوري. أوكي ممكن قاعد أفكر نتعاقد مع لعيبة ثانية بما أنه عندنا ميزانية عيال يعني. والله ودي في مدافع، ودي في مدافع حقيقي، هذا طبعا ار بي يلعب سي بي. اوكي ودنا في مدافع حقيقي يا ولد. شكل عيال بجيب شافي الدوسري ظهير ايسر احتياطي، وبجيب بدر النخلي. طيب بجيب اثنين ذولي مهمين يا ولد، ممكن احتاجهم. فليتس جو نشوف هل نقدر نحتاجهم ولا لا، ولا نقدر نتعاقد معهم ولا لا، ولا شو الوضع. اوكي يا شباب الان قررت، قاعد افكر اني اجيب لعيبه عيال، قاعد افكر اني، مشكلة اني ما فكرت فيها دي من اول يا شباب. ابغى فريقي متكامل، ابغى ما يكون عندي مشاكل. فراح نروح للدفاع، اوكي راح نروح للدفاع، وراح نختار هنا اللي هو بدر النخلي. اوكي بدر النخلي كويس يقولون عنه. طيب فيلعب هو مع من، هو يلعب مع مين؟ مع الفتح. نعم يلعب مع الفتح بدر النخلي. طيب وينك يا بدر، وينك يا بدر، وينك يا بدر 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 بدر، اي هذا هو بدر النخلي. اوكي اتمنى انه يعني يفيدنا يا ولد، اتمنى انه ما يطلبون فيه مبلغ كثير يا ولد،
حلو، وعد راتبه 2000 هو، يعني نقدر هذا. طيب خلينا نعطي فيه مليون، لا مليون كثيرة، نعطي فيه 700,000. 700,000 كويسة. طيب بما انه هو طاقة 66، وعندنا بعد يا شباب منه بعد عندنا شافي الدوسري، وعندنا عيال، يعني عندنا محور من النصر اسمه عبد العزيز الجبرين، عجبتني طاقاته، حلو طاقاته لا بأس تفيدنا احسن من الرويل، لان الرويل تعبان يا ولد. فقررت اني اجيب الرجال الطيب ذا، يلعب وسط، هو يلعب سي دي ام للنصر، تعال يا ايوه هذا هو. طيب نشوف هذا الرجال الطيب ان شاء الله باذن الله بعد ما يطلبون فيه راتب عالي برضو. اوه هذا راتب عالي ولد، راتب 10. بعطيهم فيه، مع انه متوقع انه ما راح يوافقون، 700 برضو. اوكي بنشوف موضوع شاف الدوسري بعدين، هذول الاثنين ان شاء الله يوافقون انهم يجونا. يلا عندنا هنا محاكاة يا عيال، برضو بسوي محاكاة ان شاء الله. اللعيبة هذول يا جانب اللي جو من اول، اللي جبتهم من اول انا، ما تجيب مصابات. نعم تكفى يا عيال، لا تجيكم مصابات، الله يرحم والديكم، ما ينفع. يبغون فيه مليون و200، اوكي اعطيهم فيه مليون و200 ولا ما يستاهل؟ مشكلة ما عندي فلوس، فنروح نطلب من الإدارة يا عيال. نشوف نعطيهم، نبغى مليونين زيادة وطلب موارد مالية. ولا أبغى 3 ملايين. طيب مو منافس، الفوز لقب الدوري. طيب الوصول إلى النهائي كويس، الفوز بلقب الدوري، الفوز إلى النهائي. طيب دام كذا يا عيال، خلنا نطلب 5 مليون إني أفوز بلقب الدوري والوصول إلى النهائي. نعم ما عندي لعب أنا، بإذن واحد أحد، وإن شاء الله من موافقون علينا. يلا عندنا مباراة ضد الوحدة في كأس الصداقة. طيب لم يتم القبول من الفريق، بدل يبغون فيه 900. أي طيب أصلا ما يبغون فيه 900. طيب نعطيهم فيه 975 زي ما طلبوا. هذا اللاعب، هذا المدافع مهم إنه يجي عيال، يعني لأنه راح يلعب أساسي، لأنه أنا لم لعب الظهير هذاك، الظهير ذاك خلوه احتياط. طيب بس ما ردوا عليه الإدارة للآن عيال، يعني هل انهم راح يوافقون ولا لا. ايوه لقد رجعنا طلبك، ولكننا حاليا لا نظن اننا راينا ما فيه الكفايه منك في هذا النادي لاتخاذ القرار بهذا الخصوص. الرجاء ذكرنا لاحقا في هذا العام وسنعيد النظر. يلعن امكم، انا ابغى الفلوس الان يا استغفر الله، انا اقول لك ما بلعن يا كلاب، ابغى الفلوس الان انا عشان بتعاقد مع اللعيبه. خلاص الان ما ما ما, ما قدامي الا اني اجيب المدافع. المحور مهم بعد، المحور مهم. طيب اوكي خلنا نقص الفلوس. طيب انا بعطيهم، بقول لهم الفوز بلقب الدوري والوصول الى النهائي. طيب بس اعطونا يا شباب، اعطونا مليونين بس. اوكي ابغى مليونين، ما ابغى زياده، ما ابغى اكثر منها، ابغى مليونين يعني تكفى يا الذياب. طيب فخلينا نسوي محاكاه، عندنا مباراه ضد الوحده محاكاه، كلها بسيرة محاكاه. بلعب انا ان شاء الله اني بلعب، بس خلينا ابغى الفريق كامل. طيب كويس ان شاء الله ما حد جاي اصابه، فزنا 3-1 كويس. طيب لقد رجعنا طبعا نفس الرد، ما يمدينا الا على المدافع، المدافع مهم. خلاص حسلك نفسي بالرويلي، تم قبول العرض من الفتح للرجال الطيب هذا. الراتب اللي بياخذه 2600، يبي 2600. والله انهم طيبين، 2600 في الشهر، يعني كم تطلع في الاسبوع؟ 2000 في الشهر، 2000 في الاسبوع، يعني 2000 و2000 يعني يستلم ثمانية، يعني راتب مدرس عيال. لا او دولار ذي، لا والله كثيره، 8000 في الشهر، اضربها في 4 كم تطلع يا ولد؟ والله تطلع كويسه، والله تطلع فوق 22000. يبغى لاعب حاسم الفريق الاول، نعم راح العب كساسي. طيب هنا عندنا مباراه في كاس، هذه وش ذي؟ نصف النهائي، راح العب النهائي ان شاء الله، هم راح يفوزون اكيد، يعني ضد شو اسمه ذا، حجر مو فريق قوي. نعم فزنا 4، عندنا واحد من الاحتياطيين اصيب كويس، قبل العرض الرجال ممتاز، وصل التشكيله الان سوف نلعب المباراه. عندنا مليون و440 اوكي. طيب كويس، يعني يمدينا نتعاقد مع المحور، ودي في عوض خميس، انا مو ودي في ذاك الرجال، وعوض خميس يا ولد خرافي. عندنا النهايه عيال في كاس الصداقه، لابد اني العب المباراه هذه، بس خليني اضبط التشكيله واجيب الرجال الطيب اللي هو نخلي واحطه هنا، ها هنا. نعم طيب تعال يا وحش بدل ذا الرجال. اوكي تشكيلتنا تقريبا ممتازة. انا ليش يا شباب بجيب هنا؟ لان الرويلي اصلا مو مكانه، هذا الرويلي اصلا ما تعبان اصلا، حتى يعني عنده الدفاع منخفض، يعني ما راح يدافع، وجسمه ضعيف، لياقته ضعيفة، جسمانية عنده سيئة جدا يا ولد، شكله ذا من النوع اللي اسهر. طيب بزبدة، المهم لازم احنا برضو
نجربهم. وبعدين يا اخي يلا سكو مباراه يا عيال، نهايه كاس الصداقه. توريه ما يمشي، ما يروح منك. يا سلام يا توريه، يا سلام يا توريه وحش. يلا تعالوا هنا، تعالوا تحت يا عيال، يا سلام. اوكي يلا بيرسي بيرسي بيرسي، يا سلام بيرسي بيرسي، يا سلام بيرسي. الله يا فان بيرسي يا مجنون يا خرافي، الله اكبر يا شيخ، الله عليك وحش. بتجيب الدوري، يا سلام عليه يا ولد، نشبها في الزاويه الثانيه، الله اكبر. شيء جيد، الان احنا متقدمين 1-0 وهذا شيء جيد. فتعال هنا يا اوكي يا سلام، حلوين. هذا داني كامل المر، يا سلام الى الرويلي، هذا الرويلي، يا سلام يا الرويلي. فان بيرسي فان بيرسي، اوكي فان بيرسي، اوه فان بيرسي، حطها. الله يا سلام يا فان بيرسي يا مجنون. عاد فان بيرسي يا عيال احتمال انه يصير هداف الدوري السعودي، يعني الفرق كلها الان سوف تخاف، لا ناصر شمراني ولا سوما ولا من عارف مين، هنا يا ابوي فان بيرسي. يا سلام عليك واحد، يا سلام. داني داني داني، يستنى مين؟ يستنى درويش، درويش الى داني، يا سلام يا دا، الله عليك، يا سلام عليك يا حمدان، يا سلام. تعال وش، يلا فرنانديز. طيب سلام درويش، درويش يعطيها لفان بيرسي، فان بيرسي يسدد. يوه عندنا السيطرة، ما عندهم ولا شوت على مرمانة، شيء جيد. للآن الحارس حقنا ما اختبر، ما عرفنا هو كويس ولا أبا كلب ولا وش بالضبط، لكن يجيك العلم قدام. يلا بسم الله، روح داني لفان بيرسي، يا سلام فان بيرسي فان بيرسي فان بيرسي فان بيرسي. الله الله عليك الرويلي، اخيرا جاب راس. سلام راح حمدان، حمدان راح، سلام الى مين؟ اوكي فاول 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 حكم، والله فاول ما يمشي. سلام عليك، يلا يا حمدان، سلام حمدان، يلا يا سلام الى داني، داني يا الشيخ، داني داني داني. للان ما قدم اي مستوى معانا في المباراه هذه الصراحه، كل ما امسك الكوره انقطعت. اوكي ارجع معي ارجع معي، اي تعال فلات، هنا هنا، اوه عرضيه خطيره، تعال طلع. السلام عليك تحجبني، سلام تعال مشان مشان درويش، يلا درويش في الانطلاقه، درويش في الانطلاقه. السلام الله درويش، سلام سلام، الله اكبر الله اكبر، يا سلام الى مين؟ داني 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 داني، الله جميله يا لبي. داني يرد علي هنا، الله 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 الله، اعطونا العاده، نبغى نشوف العاده يا عيال. والله السحبه خرافيه يوم جابها من ورا، ما ادري كيف، لكن سلام على شغل درويش يا ولد. شوف 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 شوف، الله اكبر، بوم، الله عليك داني يا مجنون يا خرافي. نو 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 نو، هذا هدف والله يسجل في العالميه. الله نو اوكي كبير يا وحش، هذا اول اختبار الحارس انه نجح فيه. سلام صح، روح اركض يا داني، اركض يا داني، اركض يا داني، يا سلام يا سلام يا سلام، بيرسي بيرسي بيرسي، الله يهتركها بيرسي، يا سلام اسيست من داني يا لبي، حلوين يا عيال حلوين. اوكي داني، سلام يا داني، هنا عند مين؟ عند حمدان، سلام حمدان، الله حمدان عده، حمدان مشى، حمدان الخامس يا شيخ، الله يا حمدان، سلام عليك يا وحش. التعاون في قلبي يا وحش، دوري في الجيب، الدوري جاي، هذا الدوري اوكي راح ننافس الهلال الاهلي النصر الشباب. نقرا الرساله اللي جاتنا، يقول اداك تهانينا للفوز بالكاس الصداقه بالوصول لمراحل متقدمه وبطوله وجعل اسمانا العفو العفو حياك الله. الزبدة انه معطونا 1,200,000 الميزانية الانتقالات الاضافية، اوكي الان يمدينا نجيب، يمدينا نجيب محاور، نعم يمدينا نجيب محور اللي هو ودي في عوض خميس، لكن ما ادري، ودي اجيب محور يعني الجسم وكذا يمسك محور، بس انا ما اقرب من الفرق الكبيرة مرة يا اخي، ودي اجيب واحد مغمور يا ولد. خلاص انا قررت اني اجيب عبد العزيز الجبريل، اوكي هو بسم الله راح نتعاقد معه، طيب فيه 1,100,000 كويسة، 1,100,000 كويسة كويسة جدا ممتازة جدا. وقبلوا العرض النصر حقنا، يبي 10,000 راتب، يبي 10,000 راتب عيال، ويبي لاعب تحويل تشكيلة. انا بعطيه لاعب، بعطيه لاعب حاسم، بعطيه لاعب حاسم لاني بجيبه بلعب اساسي مكان الرويلي يا ولد، طاقاته عجبتني زي ما قلت لكم عيال. تم قبول العرض، عبد العزيز الجبرين بيجي يلعب معنا يا شباب، كويس ممتاز ممتاز. طيب افكر الان اجيب شاف الدوسري بعد يا عيال، نعم شاف الدوسري مهم جدا، ممكن حتى لاعب اساسي مكان فلاته لانه سريع يا ولد صاروخ. ف
فلاته مو بسريع مره، لكن كامل المر سريع. انا في الظهير يهمني يعني، اوكي انت ممكن تكون طاقاتك خايسه كظهير، لكن احتاج فيك السرعه يا ولد عشان ترجع تغطي وتطلع تهجم، فممكن اجيب شافي الدوسري يا ولد. اوكي المهم الان خلينا نجيب الرجال الطيب هنا، هو نفس طاقات الرويلي او نفس قوت الرويلي يا شباب. كويس القوه الجسمانيه عنده لا باس، اللي هو الجبرين طيب يعجبني فيه هذا، عنده قفز لا باس فيه، طوله 178 برضو ممتاز، طاقاته كلها في الستينات يا عيال، شوفوا كل شيء في الستين عنده، فجيد حتى جيد ان نطوره. اوكي طيب الان نجيب شافي الدوسري يا ولد، نجيب شافي الدوسري خلاص، اخر تعاقد لهذا اليوم شافي الدوسري. الزبده العيال شافي الدوسري ما حصلته في السوق، ما ادري ايش المشكله، المهم انه مختفي. طيب خلينا نشيك على الجدول قبل ما ننهي الحلقه يا شباب. اوكي ايوه عندنا انتقالات يا عيال، باقي شهر الانتقالات، راح نلعب اول مباراه في الكاس ولي العهد، بعدين نبدا الدوري، يعني من الحلقه القادمه يا شباب يبدا الدوري عندنا، يبدا الشغل الصحيح. اوكي راح يبقى عندنا فترة انتقالات. اوكي الميزانية عندنا كم يا شباب؟ هتشوفون عند الميزانية انتم، لانكم أي عندنا الميزانية عيال 1,500,000. اوكي الميزانية عندنا 1,500,000، تقدر تقترح لي اي لاعب نقدر نجيبه في اي مكان، انت تشوف التشكيلة عندي هنا يا عيال. عندي الاجنحة لا بأس فيهم، عندي هنا الجبرين جبته، عندي نخلي جبته هنا حطيته. اوكي اللي قلت انا كنت بحتاج فشاف الدوس عشان السرعة، لكن فلاته لا بأس فيه، فلاته لا بأس فيه. اوكي ممكن حارس، ممكن نجيب حارس صح، ممكن نجيب احتياطيين، اقترح علينا بالتعليقات تحت. اتمنى انك استمتعت بالحلقه هذه يا شباب معنا، لايك وحش فجرنا باللايك، تابعنا حساباتي تحت، اشترك في القناه اذا ما كنت مشترك في القناه. السلام عليكم.